السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنعتذر يعني على هذا التسجيل اللي مابقيتش نسجل بزاف الفيديو نظرا للضغط ديال العمل ديالي ونظرا للضغط ديال الوقت ديالي مع بنياتي والضغط ديال الوقت ديال الحياة. راكم كلكم عايشينها وعارفينها. المهم الناس اللي متبعوني ستوريات ديال الانستغرام راهم عارفيني وعارفين بزاف ديال الحوايج. الناس اللي باقي ما متبعينيش على الانستغرام دخلوا على الانستغرام نوال فارماسي كوزميتيك وراكم غادي تبعوا بزاف ديال الحوايج اللي قريبه على نوال الادريسي. ما عليناش اليوم ان شاء الله بغيت هاد لا فيديو هذا بزاف ديال البنات بزاف يعني ماشي غير البنات ولكن كذلك الرجال او الشباب كيعانيو مشكل ديال تساقط الشعر او لا فراغات في الشعر اللي تيسبب لهم واحد الاحراج واحراج كبير. هنا تتبغيو تاخذوا الكومبليمون اليمونتير نتاع الشعر مكمل غذائي ديال الشعر وتتحيروا ما تعرفوش اين هو تتقولوا اين هو اللي ناخذ اين هو اللي مزيان اين هو اللي فعال اكثر اين هو اللي يعطيني نتيجه اكثر اين هو اللي نبت لي الشعر اكثر اين هو اللي يطول اكثر. وهنايا تتحيروا بزاف. انا هاد لا فيديو هذا غادي نعطيكم المعادن المهمه والفيتامينات المهمه اللي خصكم تلقاو داك الكومبليمون اللي بغيتو تاخذوا. هنا اول حاجه بالنسبه ليا وغادي نبارطاجي معكم لي كومبليمون اللي خديت وان هو احسن واحد اللي لقيت يعني بالتجربه ديالي معاه اللي لقيتو انه كثر فعاليه ولي دوز اللي فيه نتاع دوك لي مينيرو ولي فيتامين طالعين بزاف وعطوني نتيجه اكثر. اول حاجه بالنسبه للمعادن، المعادن كيف تنعرفوا اولهم اللي خصهم يتوفر لنا في هذا المكمل الغذائي. وبعدا نقول لكم واحد الحاجه غادي نرجع نقولها، المكمل راه فقط تيكملنا التغذيه، يعني هاد الحويجات اللي بغيت نقول لكم الا خديتوهم في التغذيه الاساسيه ديالكم هي احسن حاجه. دخلوا ديروا واحد ريسيرش شوفوا هاد المعادن هادو في التغذيه فاش تيكونوا ونحاولوا ندخلوهم في التغذيه الطبيعيه ديالنا كان احسن. ما كانش تلتجؤوا دابا المكملات الغذائيه راه ولاو بزاف ديال الناس تيلتجؤوا لهم. هنايا غادي نقول لكم اول هذا وهو الزنك. الزنك تي تيعملنا واحد النتيجه فوريه على منع تساقط الشعر. علاش؟ حيت الزنك تي هو مضاد للالتهاب ومضاد يعني الا كان عندنا شي مشكل في الفروه ديال الراس كان شي التهاب في الجلده نتاع الراس تيسد لنا دوك البصيلات ديال الزقبه وتيمنع لنا التساقط ديال الشعر. هذا اول حاجه خصكم تلقاو في هذا المكمل الغذائي وهو الزنك. ثاني حاجه الحديد، الفير اللي تنعرفوا الفير، الفير هو مسؤول على بناء الخلايا ديال الدم الحمراء. الحديد ولا كان عندنا نقص في هذا الحديد هذا دونك تيولي عندنا فقر الدم وفقر الدم راه تيؤدي لنا لتساقط ديال الشعر. دونك خص يكون فيها الحديد، فيه الحديد حتى هو تيساعد كثر وكثر وكثر على تساقط ديال الشعر. كذلك النحاس، اللي الدور ديالو اساسي. اشنو هو اللي الدور ديال النحاس؟ وهو عنده واحد الدور اساسي في اللون ديال الشعره ديالنا، في اللون ديال الزغبه ديالنا، الشيب. الناس اللي عندهم مشكل من الشيب تنصحكم تاخذوا الكومبليمون اليمونتير اللي يكون غني بالنحاس. النحاس اللي هو الكويفر اللي هو عنده الدور في تحكم في لون الزغبه اللي تيخلي لنا الشعره ما توليش اللون ديالها ابيض. وهذا السؤال اللي طلقاه بزاف بزاف بزاف. دونك انا جبت لكم اشنو هو المعدن الاساسي في اللي تيتحكم لنا في اللون ديال الزغبه ديالنا. كذلك السيليكون، خصنا نشوفوا هذا المكمل الغذائي يكون فيه السيليكون. اشنو تيدير السيليكون؟ اللي هو اللي تيطول لنا الشعر، تيطول الشعر. والسيدات اولا اللي تيكون تتقطع لهم الزغبه، يعني تتكون الزغبه تبدا تقطع لهم اولا تقصف ديال الشعر، داك السيليكون هو اللي تيحافظ لنا على القوه نتاع الزغبه ديالنا. حاجه اخرى وهو السيلينيوم، مضاد للاكسده تيحمي لنا الزغبه من التقصف ومن التساقط. دابا ندوزو الفيتامينات والحمض الفوليك. كذلك لاسيد الفوليك راه تنعرفوه يعني من الحمض ديال ندوزو الفيتامينات. الحمض الفوليك مهم كذلك في الشعر ديالنا. وهذا الشيء كله هو اللي قلت لكم مهم الشعر وفيه اللي مهم للاظفار. كذلك هاد الفيتامينات اللي بغيت نقول لكم هاد الشيء اللي تتقولوا راه تيولي عندنا علاقه تينعكس لنا تيكون عنده علاقه بالشعر والظفار والبشره كذلك.
دونك هنا ندوز للفيتامينات. اول فيتامين وهو لا فيتامين دي. لا فيتامين دي خصو يكون عندنا موجود لنا في هاد الكومبليمون اليمونتير اللي بغينا ناخذو في هاد المكمل الغذائي اللي بغينا ناخذو للشعر ديالنا. نقص ديال المكمل ديال لا فيتامين دي من اكثر الاسباب اللي تيدي لنا لتساقط ديال الشعر، واللي تيدي لنا يعني الشعر ديالنا تيكفاف وما تيبقاش تيطوالو بزاف ديال المشاكل. فهو يعني لا فيتامين دي هو الفيتامين اللي تيحفز لنا بصيلات الشعر على باش على النمو ديالها والتقويه ديالها. ندوز لكم البيوتين. البيوتين وهو واحد المركب ديال لا فيتامين بي، مركب ديال لا فيتامين بي. البيوتين رانا حاطه كومبليمون اليمونتير بوحدو ديال البيوتين، وداك الكومبليمون اليمونتير راه اقسم لكم يمين الا شحال من سيده خداتو ولقات عليه واحد النتيجه زوينه 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 بزاف. البيوتين بوحدو تيطول الشعر وتيقويه وتينوض الشعر بجميع البلايص. هو المشكل ديالو تيرد الشعر كاع البلايص، يعني تينوض الشعر هنا تقطع عليا التسجيل. المهم سمحوا لي انا باغي غادي يكون واحد العطب شي شويه حيت كنت مستمره بالتسجيل ودرت ستوب وعاود رجعت. المهم ما عليناش، قلت لكم البيوتين درت عليه واحد الكومبليمون اليمونتير حطيته بوحدو ديال البيوتين. رجعوا لي الفيديو الاخرين الا بغيتوني نحط لكم في التعليق، سولوني هنا في التعليق وغادي نمشي نقلب لكم على الفيديو ديالو وغادي نحط لكم الرابط ديالو الا بغيتو تاخذوه بوحديتو. لقى واحد النتيجه عند بزاف ديال السيدات بوحدو، سواء في التطويل ديال الشعر وكثافه ديال الشعر والظفر. هي هو تينوض الشعر في الجسم كامل، هذا هو المشكل ديالو. البيوتين هو مجموعه التركيبات ديال الفيتامين بي، اللي هو واحد الفيتامين اللي محتاجين اننا ناخذوه في التغذيه ديالنا يوميا. هو واحد الفيتامين قابل للذوبان في الجسم، يعني الجسم ديالنا ما تيخزنوش ما تيقومش بالتخزين ديالو في الجسم باش اننا نقدروا ناخذوه يستافد منه الجسم الا ما خدناش النهار الثاني ولا الثالث. دونك يوميا تيخصنا ناخذوه. فهو تيساعد على تقويه ديال الشعر بواحد السرعه. فهو تيساهم في تقويه ديال الشعر بواحد النسبه عاليه عاليه، وتينبت من الشعر، تيحافظ على الفرون تاع الراس، كذلك تيحمي شعرنا من القشره. السيدات اللي تتكون عندهم القشره بزاف في الشعر ديالهم، خاصه ديك القشره الغليظه وديما الشعر تيطيح، غادي ينفعكم. يعني ملي غادي تبداو غادي تحسوا بديك القشره غادي تحيد، ما غاديش تبقى ان شاء الله. وكذلك تيطول لنا الظفر، هذا اللي ما فيهاش الظفر تيطول الظفر، نوريكم هاد الطويل اللي طويل تيطول الظفر، وكذلك تيرجع للبشره الحبوب، تينشف الحبوب وتصفي البشره. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للبيوتين. غادي ندوز لكم لا فيتامين لاكول اللي خصنا نلقاو في هذه المكملات الغذائيه. لا فيتامين او، لا فيتامين او كيف عرفنا راه مضاد لا فيتامين او مضاد للاكسده. كذلك لا فيتامين او الميزه اللي فيه هو انه تيطلق لنا الزغبه نتاع الشعر، تيخلي الشعر من مجعد والزغبه حرشه، تيخلي الشعر مطلوق يعني ومسبسب، ماشي كاع مسبسب. المهم تيطلق لنا الزغبه نتاع الشعر. انا يعني من شعر متجعد، تنحاول ندخل كلمات اللغه العربيه، من شعر متجعد الى شعر رطب واملس، وتيحسننا من 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 القوه نتاع الشعر ديالنا، تيساعد كذلك من في اللمعه نتاع الشعر. ولا فيتامين او كذلك عنده واحد الميزه كبيره 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 على البشره، فهو تيعطي نضاره للبشره بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف. ونزيدو لا فيتامين سي كذلك. لا فيتامين سي ما غاديش نهضر على المزايا ديالو حيت معروفه بزاف، مضاد للاكسده، تعطي نضاره، تعطي قوه، تعطي بزاف ديال الحوايج. لا فيتامين سي غني على التعريف، راه حتى هو داير عليه فيديو كامل. حاولت نعطي الفيتامينات اللي كاينين هنا. تقولوا لي اشنو المكملات باش نصحينا انت من عندك. في الحقيقه المكملات الغذائيه كاينين كثر بزاف، كابيديرما، فيتو، فوخ كابيل، سيستينات، كابيديرما ايه قلتها، كاينين بزاف بزاف ديال لي كومبليمون اليمونتير. وفي الحقيقه هاد لي كومبليمون اليمونتير كلهم تيحتويو على هاد الشيء اللي قلت، ولكن كل واحد تيختلف من دوز لدوز، كل واحد وشحال لا دوز اللي يدير، كل واحد والتركيبه ديالو. انا بالنسبه ليا جرب بيرفيكتيل، بيرفيكتيل روعه 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 بزاف، يعني من احسن المكملات الغذائيه اللي جرب. بيرفيكتيل تريبل اكسيون، عندو واحد الثلاثي فعاليه، فيه كيف قلت لكم هاد الشيء كله هو اللي هضرت عليه، زيد لنا واحد الحوايج
بذور العنب ليكستري دو بيبان دو غيزان اللي عندها واحد الميزه كبيره اللي مضاده للاكسده وتعاوننا على الشعر التقويه ديالو والحمايه ديالو متساقط سيلينيوم سيليكون الكويبر المانيز اليود الزنك فيه مجموعه المعادن فيه مجموعه ديال لي فيتامين بي 12 مجموعه ديال لي فيتامين بيوتين فيه يعني غني بزاف بالنسبه لا فيتامين بيكتيل تعطينا نتيجه سريعه راه دايره عليه فيديو كامل رجعوا لا فيديو ديالو باش تشوفوه وتشوفوا شكون اللي يستعملوه شكون ما يستعملوش المده ديال العلاج ديالو شحال الثمن ديالو باش ما نطولش هاد لا فيديو وكاين واحد اخر ثاني مايليس اوكتي بريل هي هاد مايليس هذا اشنو زيد فيه لا ليفير دي بيير تقولوا لي واش تيغلط ولا لا ما تيغلطوش هاد لي كومبليمون اليمونتير على امتى تيغلطوا فاش تلقاو زايده فيهم خميره البيره هنا تيكونوا تيغلطوا اما هاد لي دوني اللي عطيتكم ما يعني هادشي اللي قلت لكم ما تيغلطش الطريقه ديال الاخذ ديالو تقولوا لي امتى ناخذ الطريقه ديال الاخذ راه تلقاوها كاتبينها لكم في النشره ديال الكومبليمون اليمونتير اللي خديتو حبه مع الصباح ديما تتكون ضروري حبه من بعد الفطور مده ديال الاخذ ديالو تيكون ما بين شهرين يعني الطريقه ديال الاخذ ديالو كيف قلت لكم ما بين شهرين حتى 3 شهور المكمل الغذائي تيتخذ جوج ديال المرات في العام بالنسبه للسيده شكون اللي ياخذوه لا السيدات الحوامل لا المرضعات لا بالنسبه للمكمل الغذائي تناخذوه يعني عند الحاجه اللي ناليه بالنسبه للتساقط ديال الشعر رجعوا للفيديو اللي قبل راه تساقط ديال الشعر كاينين مشاكل اللي تيؤديو لتساقط ديال الشعر خصنا نشوف دوك المشاكل نعالجوها عاد نلتجؤوا للعلاجات بحال هكا مكملات غذائيه او سبراي للتساقط ديال الشعر ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو على سبراي اللي تقدروا ترافقوا على المينوكزيديل او ولا رشاشات من الصيدليه اللي تقدروا ترافقوا مع هاد المكملات الغذائيه باش يوقفوا لكم تساقط ديال الشعر نتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم هنايا غادي نحبس لا فيديو المهم الا بغيتوا تختاروا مكمل غذائي اختاروا يكون غني بهذا الشيء اللي قلت لكم وان شاء الله غادي يعطيكم نتيجه اكيد المكمل الغذائي ديال الشعر راه تينفع وتينفع بواحد النسبه كبيره بزاف الوقت اللي راكم تاخذوه راه تحسوا بالفرق اي هو خصكم تتبعوه المده اللي تاخذوه المكمل الغذائي فاش تاخذوه الوقت اللي تحسوا به ضركم على المعده اولا دار لكم شويه ديال الدوخه اولا شي حاجه تاخذوا معاه شي بونسمون تاع المعده يعني شي فانيل ديال المعده باش ما يضركمش خذوه من بعد الاكل يعني من بعد وجبه الاكل ما تاخذوهش على الجوع وتحترموا يعني لا دوز اللي عاطينكم فيه كنتو تاخذوا شي علاج اخر شي علاج اولا متبعين مع شي تريتمون ديال شي ديرماتو تاخذوا شي فيتامينات اولا تاخذوا شي مكملات غذائيه مع شي طبيب استشروا قبل ما تاخذوا هاد المكملات الغذائيه استشروا مع الطبيب ديالكم راه راكم متبعين معاه نتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم تابعوني على الانستغرام نوال فارماسي كوزميتيك واكيد غادي نحط لكم مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى فيديو قادم ان شاء الله وانا ان شاء الله غادي نحط لكم بالنسبه للمايليس انا حاجه وحده ما عجبنيش هو زوين بالنسبه للشعر تينوض الشعر وتيكتف ولكن تيغلط حيت فيه لا لوفير دو بيير اما هو زوين يعني السيدات اللي بغاو يغلطوا وبغاو كذلك مكمل الشعر راه هذا غادي ينفعهم مايليس اختي بخير وكاين بيرفيكتيل هاد بيرفيكتيل ما تيغلطش وزوين بزاف بالنسبه للشعر هادشي اللي كاين دمتم في رعايه الله وحفظه ولا فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.